نشكر متابعتكم لنا في هذا اليوم التاريخي الذي لطالما انتظرتموه، يوم إعلان ولادة مملكة الجبل الأصفر. إن مملكة الجبل الأصفر ستكون دولة نموذجية بجميع تفاصيلها. وكل ما نسعى إليه اليوم هو أن نستحدث دولة عنوانها السلام بإذن الله تعالى. نؤمن أن الإنسانية هي أفعال وليست أقوال وشعارات، ولهذا السبب بالذات نحن اليوم هنا طالبين تأييدكم ودعمكم.